إيران تؤيد الجزائر في قرار قطع علاقتها مع المغرب، حيث في أول موقف إيراني رسمي من الأزمة الدبلوماسية المغربية الجزائرية، قال السفير الإيراني بالجزائر مشعل جيزاده في تصريحات صحفية إن القضايا التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تمت إشارة إليها من قبل وزير خارجية الجزائري رمطال العمامرة يجب أن تحظى باهتمام جدي وأن تلقى الرد المناسب على مخاوف الجزائر بشأن تهديدات الأمنية والمس بوحدتها وسيادتها. وأبدى السفير الإيراني في الجزائر وفق الصحيفة مساندته لهذه الأخيرة من خلال دعوة للاهتمام بمخاوفها وعبر انتقاد ضمني لعودة العلاقات الدبلوماسية المغربية الإسرائيلية. وأورد الدبلوماسي الإيراني في تصريح للصحيفة الإخبارية الجزائرية نشرته أمس الجمعة عبر موقعها الإلكترونية إن المواقف والإجراءات الجزائرية الأخيرة الداعمة لفلسطين بعثت الأمل في نفوس المظلومين في هذه الأرض، حيث أثارت إعجاب كل المسلمين والأحرار في العالم. وهذه القرارات اتخذتها الجزائر في إطار قيمها ومبادئها بعيدا عن الضغوط الخارجية. وتوجه السفير الإيراني بالجزائر بخطاب مبطن ضد العلاقات المغربية الإسرائيلية، حيث قال في المقابلة فإن التعاون والاصطفاف مع الكيان الصهيوني خاصة مع تأكيد كبار مسؤولي هذا الكيان يعني المشاركة أو على الأقل المصادقة على الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني المظلوم. نشكركم على حسن المتابعة.